السلام عليكم، معكم محمد عدي النخلي. هذا السؤال يبغانا نوجد اللي هو التيريو باور والرياكتيف باور في هذه السيركت. طيب ايش عندنا معلوم؟ الفي ار ام اس معلومة، والفريكونسي معلومة، والكباسيتور معلومة. طيب التيريو باور في هذه السيركت حيكون بصفر، حيكون بايش؟ بصفر. طيب كيف نطلع اللي هو رياكتيف باور؟ طيب أول شيء لازم نطلع الـ XC وقانون اللي واحد على 2 باي في الفريكونسي في الكابستر، واحد على 2 باي في 2 ضرب 10 أس 3 مضروبة في 0.01 ضرب 10 أس ماينس 6. هيطلع معانا هذا الناتج اللي هو 7.96 كيلو أوم. طيب كيف نطلع الرياكتيف باور؟ مدانا طلعنا الاكس سي حنقدر نطلع الرياكتيف باور. طيب القانون يقول انه الفي ار ام اس تربيع على اللي هو الاكس سي اللي هي الفي ار ام اس اللي هو 2 هتكون تربيع على اللي هو 7.96 ضرب 10 اس 3، هيطلع معانا اللي هو 502.51 مايكرو، والوحدة حتكون فار. طيب لن نجي هنا نسويها بالحاسبة اللي هي 2 تربيع حتكون على اللي هو 7.96 ضرب 10 أس 3، هيطلع معانا هذا بالمايكرو.